الحاضر والماضي، يا نغما يصنع نبضاتي. أحساء الحاضر والماضي، يا نغما يصنع نبضاتي. لو كان الشعر يطاوعني لنظمت مئات ومئات. ننطلق من مدينة الأفوف إلى أطراف العمران، حيث تتصدى الغابات لهجوم الصحراء على الواحة، ونأخذكم معنا في أجمل الجولات الرياضية على ظهر دراجة الكاتراك إكسبيديشن الأمريكية. الأحساء خليط ما بين الماء والخضرة والتلال الذهبية، وستكون جولتنا ليومين وليلة داخل الغطاء الأخضر للواحة الطبيعية، حيث عالم من النعيم الذي أوجده الخالق العظيم سبحانه لخلقه من سكان هذه الأرض وزائرها. إن الثراء الطبيعي للأحساء جعل منها قبلة المتمولين من أطراف الجزيرة وقلب الربع الخالي، وهي مصطلح قوافل التجارة ومقصد طالبي العيش الكريم منذ آلاف السنين. وتبقى الواحة ثرية معطاءة جاذبة حية تسر القاطنين والناظرين، وهي أرض حافظ سكانها على العديد من قيمهم السامية وأعرافهم الراقية وجودهم الأصيل، متمسكين بتميزهم الثقافي الفريد. لا اجل هذا الحساس نفسه بطارية خلصت اللي هنا قصدك؟ لا مو بهذا اللي تحت هنا، الحجر اللي في المغناطيس هو اللي خلص. في حجر؟ اي صحيح؟ اي هذا منتزه الشيباني فتح، اللي أعلنا لكم عنه الأسبوع الماضي فتح، وتقدرون تدخلون فيه ما شاء الله.
العديد من الناس يعني يذكر في الانترنت بأن هذه الصخرة صخرة طائرة، هي مش طائرة حقيقة، يعني هذه مش في الهواء، هذه واقعيا على ثلاث قوائم طيب مرتكزة عليها، لكن بشكل يعني خفيف جدا وما تبين وبس. تتمتع الأحساء بتكوينات جبلية كلسية رسوبية ذات أنماط متعددة التشكيل وكهوف معزولة حراريا، حيث تكون باردة في الصيف دافئة في الشتاء، وهي متناثرة على البساطين الأخضر والذهبي في المنطقة. ذكر أبو منصور الثعلبي في اللطائف والظرائف، حدث هشام بن عروة: التمس الرزق في خبايا الأرض. وكان عروة يقول: ازرع أما لك أرض، أما سمعت قول القائل: أقول لعبد الله لما لقيته يسير بأعلى الرقمتين مشرقا: تتبع خبايا الأرض وادعو مليكها لعلك يوما أن تجاب وترزق. وقال بعض السلف: من أراد أن يتوسع في الرزق فليقتن مع تجارة له ضيعة. ألا ترى أن الله تعالى قد قرن بينهما في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. It's like I'm gone due. Perhaps you know how it feels. وبعد أن قضينا وقتا ممتعا في التجول مع المتنزهين، توقفنا هنا وعلى أطراف البرية النائية. قررنا أداء صلاة المغرب والمكث لقضاء ليلة برية بعد أن رافقتنا الخيول وهي تجوب الرمال الذهبية طوال فترة العصر. وهبوط الظلام كان له تأثير آخر، حيث هاجت الكلاب البرية وماجت ودفعت بنا إلى المغادرة. صحيح؟ ما في بحث. فهذه الأرض يمنع البقاء فيها للبشر بعد الغروب، ولا تعود بيئة مرحبة كما هي عندما تكون الشمس باديه للعيان. فعدنا أدراجنا لمغادرة المتنزه المظلم.
إن المسير في الظلام الدامس بين هذه الأشجار الممتدة والممزوجة بسواد الليل البهيم له مشاعر خاصة يعجز اللسان عن وصفها. وعادة ما ينعقد لساني عند وصف ما يهبنا الله سبحانه وتعالى من مشاعر وأحاسيس تفوق الوصف. ما شاء الله ما شاء الله. وقيل لسفيان بن عيينة: ما بال الرجل يبيع الضيعة فلا يبارك له في ثمنها؟ فقال: أما سمعتم قوله تعالى في وصف الأرض: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فكيف يبارك في ثمن يزيل عن ملكه شيئا قد بارك الله فيه؟ يلا كويس كويس معلش معلش. وبعد نهار طويل من المتعة والإرهاق الجسدي خلدنا فورا إلى النوم دون تناول وجبة العشاء، ولكنني استيقظت في منتصف الليل لتناول وجبة العصيدة الأحسائية المكونة من البر والتمر وزبدة البقر المملحة، وهي وجبة تقليدية عالية السعرات والطاقة. وما لم نخبركم به بأننا فعليا تسللنا دون قصد للمتنزه ذاته، ولكننا حصلنا على ترخيص من الجهات الأمنية للمتنزه بعد التفاوض والتنسيق، وحصلنا على حماية أمنية خاصة حتى بزوغ الفجر. أصبحنا وأصبح الملك لله. آه.
beats like I'm gone due. Perhaps you know how it feels. It's like I'm gone due. Perhaps you know how it feels.
من يصنع نبضاتي أحساء الحاضر والماضي يا نغما يصنع نبضاتي لو كان الشعر يطاوعني لنظمت مئات ومئات أحساء الحاضر والماضي يا نغما يصنع نبضاتي أحساء الحاضر والماضي يا نغما يصنع نبضاتي لو كان الشعر يطاوعني لنظمت مئات ومئات أو كان النثر يساندني لتوالت أخلى الخطرات فجمالك يبدو فتانا وبريقك حرك سكناتي أحساء الحاضر والماضي يا نغما يصنع نبضاتي أحساء الحاضر والماضي يا نغما يصنع نبضاتي لو كان الشعر يطاوعني لنظمت مئات ومئات أحساء وفي قلبي عشق وحنين يدفئ خلجاتي فنخيلك يزهو مرتفعا يتحدى الذاهب والآتي فكأن حفيف جدائي لحن من نسج الثعفات أنشودة عمر خفاق تتغنى من غير لغاتي أحساء الحاضر والماضي يا نغما يصنع نبضاتي أحساء الحاضر حياتك أسهل مع فيصل خالد.